تبطل تشرق شمس لما الشجر يوقف همس لما بيدبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس ولما منفقد كل احساس ولما النار بتبقى برد رح انساكي مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي وتري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي كنت اشرق شمس لما الشجر يوقف همس لما بيقبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس ولما منفقد كل احساس ولما النار بتبقى برد رح انساكي بقلبي مخبى اسرار كتير وانت بقلبي سر كبير رح ضل حبك مهما يصير بستناكي ولو فرقنا هالزمان وخلقنا بغير مكان مش رح انسى يلي كان ولا بنساكي مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي وتري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي كنت اشرق شمس لما الشجر يوقف همس لما بيقبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس لما نفقد الاحساس لما النار بتبقى رح انساكي مشتاقلك يلي روحي وحياتي دي كانت بعض اللقاءات مع اللي كانوا موجودين معنا في روتانا كافيه. نشوف التعليقات اللي موجودة معنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك. سارة زفتاوي بتقول بجد خليتني اعيط كنت هموت وابقى موجودة هناك بس ما لقيناش مكان فاضي. معلش يا سارة تعوديها المرة الجاية ان شاء الله. روان بتقول انا كنت موجودة مع اجمل باشو. فروحة بتقول نيال كل حد شافه. طب معلش يا فرحة قوليلي يعني ايه نيال عشان انا مفهمش سوري. في كمان معانا بودي بيقول الشعب يريد باشو. ريفين بتقول محمد باش انت روحنا وقلبنا واغلى انسان وفنان على قلبنا. من قلبنا بندعي ان الله يوفقك ويحميك ويقدم لك كل خير وفرح وسعادة ونجاح ويبعد عنك كل شر امين يا رب امين. مايا سالم بتقول انا مو مصر بس حلمت اني رحت مصر وصورت مع الباش وكنت عم زقفله ماشي وباركت له بالجائزة والأغنية الجديدة وكنت معه في كل لحظة بس هذا حلم ياريت كنت بمصر. تيجي طبعا تنورينا وتنوري مصر يا مايا.
أنس باش بيقول حبيب قلبي أحن صوت وأحلى إحساس بالكون، الله يحميك يا حبيب الملايين يا رب. محمد باش انت روحنا وقلبنا، دي قلناها من شوية تاني. في كمان تعليقات، حنان لوريتا بتقول أكيد أنا كنت عاملة دوشة فمش محتاجة أقول إني كنت موجودة هناك، وكمان سجلنا سوا تسلمولي يا أجمل إذاعة. طبعا كنت مورانا، وعلى فكرة يعني التسجيل أنا حاسه مختلف تماما، عشان كده ست لوحده هيتذاع كمان دقيقتين بالظبط. مبروك طيب ماشي يا في كمان موجود معانا، يا ريت كنت شفته وحضرت بس محمد كتب بالفيلم فيديو الساعة 1 بالليل وما لحقت اشوفها غير الصبح، ولو كان عرفنا قبلها كنا قفلنا روتانا كافيه والزمالك كلها. تصور كل ده من اعلام بالليل، امال لو قبلها بيوم كان حصل ايه لباشا. الحمد لله ان هو عمل قبلها 1 بالليل بس. يا حلو الله منك غير شكل دوخ، يا فرح ابوس ايدك اكتبي مصري. في كمان معانا، اكيد كنت موجوده ومحمد كان منورنا ومشرفنا وكان لقاء غير عادي بين باشنا وفنزو. في مصر ربنا يحميه ما شاء الله، باش الفنان وباش الاخلاق وباش حبيب ملايين، كان عارف الكل وما بيعرفه بيتعرف عليه، واحنا كلنا بنشكر باشنا على اللقاء وبنوعده اننا معايا على طول لانه فنان يفتخر بيه كل فنز في كل مكان. انا فعلا هيفاء عبد الله هي اللي قالت الكلام ده، فعلا انا بايدك كمان، لان كنت بشوف بعيني اللي ما كانش يعرفه بيوقفها يقول لها انت مين، طب انت على الفيسبوك اسمك ايه. ده فعلا حصل قدامي، وكنت افتكر انه حصل مع سما محمد. بريفين بتقول باشو كون اكيد اننا فخورين فيك كتير وبنحبك اكتر مما تتصور. طيب احنا لسه موجودين معاكم، بس نروح نسمع مجنون عليكي ونرجع لكم مره ثانيه مع الباش. عم بشتاقلك لحياتي ليل نهار، مجنون عليكي وناطر قلبك على نار، عم بشتاقلك لحياتي ليل نهار، يا ريتك مقابلي غنيلك وتغنيلي عغيابك شوفي بحالي شو صار. مجنون 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 بهالعيون، لولاك يا حياتي ما بكون. مجنون 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 بهالعيون، لولاك يا حياتي ما بكون. اسمك انا لما بقوله بسهل الليل بطوله، بدعي لربي تكوني نصيبي. اسمك انا لما بقوله بسهل الليل بطوله، بدعي لربي تكوني نصيبي. بحبك لما تقوليها من سدني وكل شي فيها، علي صوتك قوليها يا حبيبي. بصير مجنون 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 بهالعيون، لولاك يا حياتي ما بكون. مجنون 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 بهالعيون، لولاك يا حياتي ما بكون. نظراتك بس مش أحلى من كلماتك، حلو كتير نظراتك بس مش أحلى من كلماتك. روق علي شوي بعد قلبي مجروح، بعد قلبي مجروح. حلو كتير نظراتك بس مش أحلى من كلماتك، حلو كتير نظراتك بس مش أحلى من كلماتك. روق علي شوي بعد قلبي مجروح، بعد قلبي مجروح. للأدب حلو نكف الدنيا أنا وياكي، مار الدنيا كلها ما بتوع بلاكي. حلو نكف الدنيا أنا وياكي، مار الدنيا كلها ما بتوع بلاكي. يا حلم الكان بعيد
ضلك حد ولا تغير يا حلم الكان بعيد ضلك حد ولا تغيب من قبلك كل شي محيط ومن بعدك أمر جديد حلوة كتير نظراتك بس مش أحلى من كلماتك حلوة كتير نظراتك بس مش أحلى من كلماتك روق علي شوي بعد قلبي مجروح بعد قلبي مجروح لسه مستمرين معاكم في الحلقة الخاصة بالنجم الفنان محمد باش وآخر حلقة موجودة معنا من طعم البيوت قبل رمضان ولاء بتقول واو أحلى وأجمل وأحن صوت هو صوت باش محمد باش انت موهبة مش هتتكرر ربنا يوفقك وتفضل على طول في نجاح ان شاء الله مستنيين ألبوم على نار وانت تستحق كل النجاح والتوفيق واحنا وراك مش راح ننساك ده بودي نيال يعني يا بخت كل حد شافه ايوه كده الترجمة تنزل لنا على كده انا نيال ان انا معاكم النهاردة حنان لوريتا بتقول مرسي مودي على كلامك الرائع في حق باشنا وفانزو المصري بس فعلا ده كل فعل رد فعل محمد يستاهل حب كل القلوب لانه ابن ونجم واخ وصديق للكل وانت وقتها ده باش الانسان عشان كده حبيناه فعلا فكرتيني مدام حنان الموقف ده يا جماعة هحكيه لكم على الهواء كان في بنت عسولة كده تختوخة معانا في الحفلة فجاية بتقعد على الكرسي فتقريبا الكرسي راح واقع ورا وهي راح تقع تمام فهما كان وقت الاكل وكل الفانز قاعدين بياكلوا وكده وهي رايحة تقعد علشان تاكل فاتحرجت جدا فقعدت تعيط محمد كان قايل على الترابيزة اللي قدامها فشافها ساب الاكل وراح لها يطيب بخاطرها كده ويقومها ووطلها البنت بعد ما كانت بتعيط قعدت تضحك وبتاع وكل سقف لهم في الكافيه وكانت البنت بصوا كانت طايره من الفرحه يعني انا لو كان في صور معايا دلوقتي لصور للبنت انا الصور طبعا صور الحفله هتنزل بعد اللقاء ان شاء الله تنزل على الموقع hawana.fm.com على صفحه الفيسبوك كنت نزلتها لكم بس بجد كان موقف يعني ما اقدرش ان انا انساه كمان في موقف تاني ضمن التسجيلات كان تسجيل مختلف تماما تسجيل حسه فيه بجد حب لا يوصف في حنية وخوف على ابن جميل واخ صغير بجد ما اقدرش ان انا اوصفه ما كانش ينفع ان انا يعني اعدي التسجيل ده من غير ما اقدمه انا بشكل كويس جدا لانه فعلا تسجيل من اجمل التسجيلات اللي شفت فيها حب اللي انا سجلتها في حياتي واللي هعلق عليه كمان بعد ما ترجعولي وتقولولي رأيكم في التسجيل معايا انتو كمان مساء الخير على كل مستمعينا مستمعي راديو هوانا اف ام النهاردة واحنا معاكم من ارقى اماكن القاهرة منطقة الزمالك تحديدا وقاعدين النهاردة هو قدامنا ضفاف النيل وقدامنا الزرع والجناين خاصة في روتانا كافيه الزمالك في احتفالية فانز ومعجبين النجم السوري محمد باش في روتانا كافيه الاحتفال وفوزه بجائزة الميما اورد 2011 النهارده موجودين معاكم مع فانز محمد باش اللي موجود النهارده في روتانا كافيه لاحتفال معايا بجائزه الميما اورد ومعانا احدى معجبات محمد باش مدام حنان منورانا على هوانا اف ام ميرسي يا محمد الحقيقه احنا بنعتبرك كبيره مشجعين محمد باش في مصر وفي القاهره وفي بورسعيد كمان يعني احنا عرفنا ان انت جايه من بورسعيد لغايه القاهره النهارده عشان تكوني معاه في الاحتفاليه الخاصه بيه النهارده اكيد طبعا محمد ده انا جيله من اخر الدنيا جيله على عينيا اكيد يعني عايزين نعرف ايه سر حبك الجامد قوي لمحمد باش ولارا كمان بص حكايتهم حكايه كبيره قوي بصراحه يعني محمد هو ده مش بس فنان محمد انسان مميز جدا يعني شخصيه استثنائيه بحس ان محمد ده يعني نجم مفيش زيه حتى انت شايف بنفسك حب الفانز ليه مش طبيعي يعني هتلاقي كل الاعمار انا ام لمحمد مش صغيره هتلاقي البنات الحلوين الصغيرين شايفين فيه فارس الاحلام هتلاقي اطفال صغيرين لمسوا فيه طبته وحنيته محمد من خلال تلفزيون الواقع شفنا شخصيته الحقيقيه يعني كان كتير قوي على طبيعته كان كتير بيتعامل مع كل الناس بالفطره
كان بيحترم الكل وبيخاف على الكل وبيعطف على الكل، كتير مهذب. صوته بقى صوته واحساسه وحنيته دي كانت حاجه تانية خالص. يعني محمد اول مره كنت اشوف حد يحس الاول بالموقف، بعدين يطلع منه كلام، بعدين يألفه ويلحنه، تطلع اغنيه توصل لقلوب الناس بقى بسرعه الصاروخ، يعني من كتر ما هي صادقه. فمحمد تقدر تقول محمد هو الصدق، هو الحنان، هو الابن الحنون، هو الاخ، هو الصديق لينا كلنا. ان كل الفانز اللي انت شايفهم دول جايين من بلاد كتير، يعني في اللي جاي من امريكا، في اللي جاي من المغرب، في مكالمات جايه الوقت من اليمن، وكلهم هيتجنوا على محمد، في من الامارات. فمحمد ده يعني انا بقول هو انسان استثنائي، فنان استثنائي، بنحبه قوي قوي، فرحانين بيه طبعا، حاسين ان هو يستاهل كل الجوائز. يعني مش هقول لك احنا قد ايه فرحانين بالميمة، لكن بحس ان هي برضو قليله عليه. يعني محمد ده بحس ان هو دايما المفروض يكون بين الاستاف الكبار. مش عارفه احنا عشان بنحبه ولا يا رب يا رب الاغنيه الجديده تسمع، حبك دمرني اغنيه رائعه. محمد كمان كان ستايل جديد علينا، احنا تعودناه بقى في الرومانسي وفي الاغنيه الهاديه، الصوت الحساس الحنون، بس هو فاجئنا في نحن رجالك، في الاغنيه اللي غناها لبلده، فاجئنا في الاغنيه الجديده دي. وكمان يعني حتى وقت الاكاديمي لما كان بيغني انجليش كان رائع اكتر من رائع، اكيد يعني ما انت لو متابع معانا يعني هتشوف اعجاب خليو بيه، اعجاب مساري ان هو الف له بتاع ده اللي ترجم الاغنيه بتاعته راح انساكي الرائعه بتاعته. عايزه اقول لك طول الفتره اللي فاتت كان ال بي سي محمد في التصويت هو الاول. يعني مش عارف اقول لك محمد احنا بنحبه قد ايه، وهو كمان بيحبنا كمان. يعني في الميمة حبيب قلبي طلع قال كلمه للفانز بتوعه، وانا كنت بعيط من كتر ما هو يعني بيحبهم قوي وبيعمل كل ده عشانهم. يعني هو بينقي وبيفكر ألف مره قبل ما يعمل حاجه عشانهم بس. فمش عارف اقول لك ايه، بس في حاجات كتير حببتنا في محمد اكيد. يعني من خلال الثمان مواسم لبرنامج ستار اكاديمي قابلنا ناس كتير، طلاب دخلوا من سوريا ومن مصر، من المغرب، من العراق، من الجزائر. عايزين نعرف ايه الحاجه اللي شدتكم في محمد خلت عشقكم ليه وصل للدرجه دي؟ قلت لك محمد انسان مش مجرد فنان. يعني كنا بنشوف ناس بتحقد على بعض، وناس بتغير، وناس عايزه الاغنيه ديها، وناس عايزه تابلو لوحدها، وناس مش ما شفتش محمد كده. يعني شفته قد كده متواضع، قد كده بيرضى بقليل، وقد كده لما حتى لو الاساتذه ظلموه بيكون متواضع، حتى لما اصحابه يغيروا منه او يغلسوا عليه، وشفنا ده يعني طبعا صوت وصوره متسجل، ما لقيتش رد فعل شرير لمحمد. يعني كان كتير طيوب. يعني كانت شخصيته وشخصيه، يعني عايزه اقول شخصيه لارا كمان، لان انا بحب لارا جدا طبعا ما اقدرش اتجاهلها اصلا. فلارا كمان كانت كتير متسامحه قوي، يعني شافت غيره وشافت مواقف. بس سبحان الله انا كنت ببقى انا وانا بره بقى انا متعصبه وزعلانه وعايزه اخد موقف، وهم جوه بمنتهى الرواق. يعني بيتعاملوا مع الكل على ان خلاص حتى لو اللي قدامي اناني انا مش هتعامل معاه باسلوبه، انا متسامح بطبيعتي. كتير بيحبوا الكل، ما كانوش بيغيروا من حد. يعني كنت بلاحظ ان هم قد كده طيبين. بس صار ورجعنا سوا ايدي بايدك نضم الهوى، لو صار ورجعنا سوا ايدي بايدك نضم الهوى ونحكي اخبار عن كل شي صار بيني وبينك، خليها اسرار واحلى مصير حدك وطير، نظرة من عيونك تاخدني مشاوير. كنت تقولي قلبك رماني وبقلبك انت تركتيني لحالي، بالاخر انسي وعي تهتمي، مت بقلبي مش مت بعيوني، توصل ورجعنا سوا ايدي بايدك نضم الهوى ونح
احكي اخبار عن كل شي صار بيني وبينك خليها اسرار بجد. يعني زي ما قلت لكم على التسجيل اللي كان مع حنان جميل جدا, يعني كلام طالع من القلب, كلام بجد يعني عشان حد حابب حد قوي, حد بيتمنى الخير للي قدامه قوي, حد فعلا بيحبه بكل حاجه فيه. ماما حنان احلى ام في الدنيا دي, هنود احمد بليز محمد باش حالا يا بسمه دقيقتين بالظبط وهيكون معانا. شكر كبير ليك احلى مذيع والاحلى اذاعه من كل جمهور محمد باش, انتوا بجد رائعين جدا, ربنا يخليك يا ريفين. طيب في اغنيه انا عايز اسمعها لكم كده وتقولي لي رايكم فيها. انا مستمعينا والنهارده معانا منظمه حفله, النهارده منظمه حفله الجماهيري لمحمد باش في روتانا كافيه. نهى ازيك يا نهى؟ هاي انا صح منورانا. عايزين نعرف النهارده ايه عملتوا ايه النهارده وازاي جت لكم الفكره ان انتوا تعملوا حفله تشجيعيه لمحمد في روتانا كافيه في مصر؟ هو محمد احنا من زمان معروف ان هو ليه جمهور كبير قوي في مصر وشعبيه كبيره قوي, فلما عرفنا ان هو جاي مصر يتكرم في الميما اوورد كبيست رايزنج ميل, وان هو كمان نزل السنجل بتاعه هديه بعد التكريم سنجل مصري, فحبينا نعمل له حاجه خاصه نبينه بيها ان احنا فرحانين ان هو فانز كبير في مصر, فقررنا نعمل ميتنج نجمع فيه الفانز ونعمل عليه اعلان ونعمل فيه ميديا زي ان انتوا تشاركونا وان محمد يشوف قد ايه محبينه في مصر. بس عايزين نعرف احساسكم بقى كان ايه لما عرفتوا ان محمد خد الميم اوورد وهو ان هو جاي مصر وهتحتفلوا معاه وهتقعدوا معاه وهتقابلوه وتتكلموا معاه وتعملوا كل حاجه. احنا لما خد الميم اوورد طبعا انبسطنا جدا جدا وحسينا ان هي كمان متاخره, يعني انه حاسين بس حسينا ان احنا تعبنا ومحمد يعني اتليست بنديله حاجه خلاص, يعني حاجه هو من حقه, يعني من الاخر ان احنا بنوري له قد ايه ان احنا بعد سنتين ستيل سبورترز ومعاه ولما جه وشفناه فرحان ومبسوط طبعا خلاص كده خلاص خدنا جايزتنا احنا كمان معاه. حبك دمرني, ايه رايك فيها؟ دمرتنا؟ تجنن اغنيه مصر تجنن راح بنساك. لا ده دي اسطوره لوحدها ليجند, لان من كل يعني ما حد سمع راح انساكي وما عجبتوش من اول مصاري وزملائه في الاكاديميه والفانز, وحتى كمان في اوريدي دلوقتي على اليوتيوب فانز من دول كتير مسجلين الاغنيه وبيسمعوها وبيغنوها وحابين الاغنيه, فاغنيه عامله يعني اكبر من الكلام صراحه. طب عايزين نعرف طالبه ايه من محمد الفتره الجايه او في الالبوم القادم ان هو يقدمه ويكون موجود معاكم بيه كفانز مصري؟ مش من فانز مصر, انا محمد دي فانز في كل الدول, انا بتمنى ان يبقى هو حاسس بده وعارف ده, طالبه منه ان يفضل زي ما هو حاسس بشعبيته فعارف قد ايه جماهيريته ازاي, فيبتدي يفكر يعني يفضل يكون زي ما هو باحساسه كفنان بنجاحه, يبتدي يشتغل كتير يثق بنفسه قوي. اسمعوا اغنيتي حبك دمرني بس على هوانا اف ام محمد باش.